مشاهدينا الكرام، عقد عقدت اليوم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية اجتماعا تنسيقيا مع المراقبين الدوليين ومع بعض المنظمات الدولية الأخرى. هذه البعثة تتكون من ثلاث منظمات، من سويسرا والنرويج ومصر. مزيد من التفاصيل عن مهام والاستعدادات هذه البعثة ينضم إلينا دكتور لؤي الذيب، رئيس البعثة الدولية المشتركة للانتخابات الرئاسية. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا، التقيتم اليوم مع آخر وفد من المراقبين الدوليين الذي وصل إلى مصر بالأمس، ماذا دار في هذا الاجتماع؟ يعني الوفد الذي وصل بالأمس هو وفد البعثة المشتركة، بذلك اكتملت بالأمس قوة البعثة المشتركة لتصل إلى طاقة عملها بنسبة 100%. أما الاجتماع اليوم فكان مع بعثات دولية أخرى هي ليست ضمن البعثة المشتركة، مثل مركز كارتر، الديمقراطية أولا، جامعة الدول العربية. كان الهدف التنسيق لأعمال المتابعة الدولية في الانتخابات المصرية. من الجيد جدا أن يكون هناك آلية تنسيق، أن يكون هناك آلية تبادل المعلومات. هناك مواقف أخرى لبعثات دولية من العملية الانتخابية في مصر، كان من الجيد إيضاح وجهة النظر، آلية العمل التي يعملون بها حتى لا يحدث لبس. نحن نريد في النهاية إذا كان هناك عملية صحيحة وعملية انتقال ديمقراطي صحيح في مصر، وهذا الفاصل لعملية الانتقال الديمقراطي هي الانتخابات الرئاسية المصرية، نريد أن تخرج صورة للعالم مقاربة موحدة، أن نتبادل المفاهيم، نتبادل الخبرات حتى لا يحدث لغط أكثر من اللغط الذي يحدث حول مصر الآن على الصعيد الدولي. بس وجدنا اليوم هناك بعض المناقشات في الأساليب المختلفة لمتابعة هذه العملية بينكم وبين معهد كارتر وجامعة الدول العربية. صحيح، يعني مثلا معهد كارتر، يعني اليوم يعني أنت تعرف موقف معهد كارتر أنه يعمل في بعثة خفيفة على الأرض، في بعثة مقلصة. هو عنده موقف مسبق من عملية القانون المصري الناظم لعملية الانتخابات، وتحديدا تعليق على قانون التظاهر، في حين أننا لدينا نفس التفاهم، نفس النقطة، لدينا هذا التعليق على قانون التظاهر، ولكن هو أخذ الموقف بشكل مسبق. أما نحن فأردنا مراقبة العملية وأردنا أن نرى مدى تطبيق هذا القانون ومدى تأثيره على عملية الانتخاب. يعني أنا أعتقد أن هذه وجهة النظر التي نحملها، هم يحملون وجهة نظر أخرى، ولكن في النهاية نحن قلنا نحن في البعثة المشتركة أبوابنا مفتوحة، نحن البعثة الأكبر الآن على الأرض المصرية، نحن أبدينا الاستعداد التام لكل البعثات الدولية التي ليس لديها العدد الكافي من المراقبين. قلنا لهم أن أبواب غرفة عمليات البعثة المشتركة مفتوحة، بإمكانهم الاتصال بمراقبين في الميدان على الأرض بشكل مباشر، تبادل المعلومات. ما يهمنا هو التكامل مع شعب مصر في إنجاح عملية انتخابية ناجحة. هدفنا أن نبدي ملاحظات من أجل تطوير هذه العملية، وليس انتقاد هذه العملية أو قتلها في مهدها. أعداد المراقبين الدوليين ضمن هذه البعثة وجنسياتهم يا فندم؟ الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أوفدت 100 مراقب دولي، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان أوفد 24 مراقب دولي، مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وهي الشريك المحلي أوفدت وفرت 2490 مراقب، لتكون إجمالي عدد البعثة 2614 مراقب. تتكون هذه البعثة من 26 جنسية مختلفة، من الولايات المتحدة الأمريكية، من بريطانيا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، بلجيكا، النمسا، سويسرا، فرنسا، زيمبابوي، زامبيا، أستراليا، الأردن، يعني السودان. حاولنا أن نخلق تنوع ثقافي حتى تكون الخلفية لدى المراقبين، نتيح الفرصة لدى المراقب الدولي لتبادل الخلفيات الثقافية، لتبادل البيئة الاجتماعية التي تحيط بالعملية الانتخابية، حتى لا يكون هناك تطبيق لبيئة مختلفة عن بيئة مصر. يعني أنا لا أستطيع أن أقيس ما يحدث في أوروبا على مصر، هناك يجب أن يكون تفهم للبيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية والظرف الانتخابي في أي ظرف سياسي تتم هذه العملية. أعتقد وجود 26 جنسية مختلفة يتيح أن نتفهم الحالة المصرية، وبالتالي نبدي وجهة نظرنا وتوصيات سليمة في إطار العملية الانتخابية في النهاية. ما هي المحافظات التي ستقوم بمتابعتها؟ نحن سنتابع 25 محافظة باستثناء محافظة الوادي الجديد وباستثناء محافظة البحر الأحمر، وسنتابع 25 محافظة مصرية. لدينا 23 غرفة عمليات فرعية وغرفتي عمليات مركزية، ليكون لدينا
عندنا 25 غرفة عمليات تتابع 850 فرقة تنتشر على الأرض في المحافظات، منها 50 فرقة تحتوي على متابعين دوليين و800 فرقة تحتوي على متابعين محليين. ما هي المعايير التي تضعوها نصب أعينكم حين مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية؟ يعني هناك عاملين أساسيين يحكمان أي عملية مراقبة، هو القانون المحلي الناظم لهذه العملية، وبالتالي نحن نحترم القانون المصري الذي ينظم هذه العملية ونرى مدى مطابقة الإجراءات والتصرفات وكل شيء في هذه العملية وفق ضمن القانون الناظم لها وهو القانون المصري. المعيار الثاني هو المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات. نحن نبحث عن انتخابات حرة ونزيهة. نزيهة بمعنى أن نراقب كل الإجراءات الفنية بدءا من الحملات الانتخابية، بدءا من الإعلام، بدءا من التسهيل على الناخب، مدى تثقيف الناخب، مدى وصول الحملات الانتخابية للناخب، للأرياف، للنجوع، للقرى، للحضر، للبدو، للعشوائيات، الإجراءات في الصندوق، سلامة الصندوق، شفافيته، وجود مندوبي المرشحين، إجراءات غلق الصندوق، متابعة العدوى الفرز، وحتى نذهب إلى عملية ما بعد هذه الانتخابات ونتابع عملية الطعون ومدى سلامة الإجراءات على عملية الطعون. دكتور فريد ديب، رئيس البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وعودة إلى الاستوديو.